معنا هاتفيا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور ماجد السوري. مرحبا بك دكتور ماجد. إذا العراق يتصدر الآن قائمة الدول الأكثر فسادا في مؤشر منظمة الشفافية العالمية، كيف تقرأ هذا التصنيف وهل هو العام الأول للعراق في هذا التصنيف؟ أولا هي مسألة واضحة أنه ليس العام الأول، ولا أعتقد أنه سيكون العام الأخير. طيب، المسألة اللي مطروحة هي هناك معايير مختلفة لقياس نسبة الفساد في العراق، لكن احنا العراقيين عندنا ارقام مهمة جدا نخلي نشوف وين راحت الفلوس. اولا واردات النفط لغاية نهاية الشهر العاشر بلغت 840 مليار دولار، هذه عدد الواردات الاخرى. ولذلك الموضوع يعني أين ذهبت هذه 840 مليار؟ لا أحد يعرف. نعم قسم كبير منها ذهبت رواتب، وذهبت إلى أقطاعيات محددة للأحزاب اللي موجودة في السلطة هي الوزارات. طيب. ولذلك المسألة اللي مطروحة الآن يعني السبب الأساسي لعملية الفساد هو عدم وجود برنامج حكومي أو رؤى حكومية للحكومة العراقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الهم الوحيد اللي موجود في الوقت الحاضر هو جمع الأموال لهم ولحبايبهم. هذا هي يعني أرجو المعذرة لهالكلام هذا. بس هي المسألة الأساسية هي أنه لا يوجد نظام ولا يوجد قانون يحاسب المقصرين. طيب دكتور ماجد، إذا ماذا يعني حصول العراق على 18 نقطة فقط في مؤشر الفساد الداخلي لمنظمة شفافية دولية؟ نعم هي 18 نقطة هي كلها مرتبطة واحدة بالأخرى. يعني المسألة الأساسية بس عندنا الظروف اللي موجودة في العراق يعني أساسية الأساليب تراكم ممارسات إدارية خاطئة لسنوات طويلة وعدم وجود قوانين أو عدم وجود تطبيق للقوانين بشكل صارم. يعني عدم الكفاءة للأشخاص، يعني لا يوجد الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه مسألة مهمة جدا. عندما أقول أنه هناك إقطاعيات في الوزارات هذا يعني أنه لا يوجد شخص مناسب في المكان المناسب عدا حماية المجموعة المرتبطة بهم وتمويلهم بالشكل المناسب أو تعزيز قدرتهم المالية بالشكل المناسب، لأنه هذا سيؤدي إلى فوزهم بالانتخابات. والنتيجة هي أن قانون انتخاب فاسد ولجنة هيئة انتخابية غير صالحة، وبالنتيجة النتيجة النهائية هي وجود ظهروا إلى مجلس النواب وناس غير لا يستحقون أيضا الوجود في مجلس النواب. طيب. كما أن هناك تزوير كبير جدا في موضوع الانتخابات. إذن في ظل هذه المؤشرات الدولية بالفساد، كيف تفسر طلب أحد نواب البرلمان بعدم تسلم مشروع قانون الموازنة السنوية؟ هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. عدم التسلم هم يجب أن يستلموا ما دام الحكومة وصلت لهم، لكن لهم حق أن يرجعوها للحكومة، ليس عدم الاستلام، لهم حق أن يرجعوها للحكومة. المسألة اللي مطروحة يعني فيما يتعلق بالموازنة، لحد الآن لا يوجد شيء جديد في موازنة عام 2019 عدا ما هو مقرر في الموازنات الأخرى اللي هو ودائما أن يكرر أنه هي كوبي بيست. لا يوجد أهداف لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا هناك يعني أهداف تنموية، لا يوجد رغبة في عملية التنمية، لأنه هناك نفقات حاكمة اللي هي تعويضات الرواتب والنفقات التشغيلية، هذه تحكم الموازنة. ولذلك الأغلبية الساحقة لهذه المواد، يعني تتصور حتى النسب تنفيذ النفقات التشغيلية غير واضحة، بعض الأحيان تتراوح بين 91 إلى 79% من النفقات التشغيلية على ما
مدى السنوات من 2004 لحد الآن. طيب. ولذلك لذلك الإضافة إلى ذلك هناك سلف كثيرة جدا لم يتم تسويتها. نعم. لغاية 2012 بلغت 77 تريليون دينار، الآن تبلغ أكثر من 149 تريليون دينار. نعم. إذن دكتور ماجد، كيف ترى مستقبل حكومة عبد المهدي وسط هذه الاتهامات، اتهامات وزراء بالفساد، وهل يمكن أن تغطي الكتل وحتى مجلس النواب الجديد أن يغطون على هذا الفساد؟ بالتأكيد سألهم 15 سنة يغطون والآن ممكن أن يغطون. أصلا مجلس النواب بدأ بخطأ كبير جدا، اللي هو محاصرة محافظ البنك المركزي لأنه وقع على توقيع. ما معنى هذا؟ يعني المسألة اللي مطروحة أنه مجرد يريدون يفتعلون قضايا غير صحيحة، مع العلم أنا تجربتي مع سيد محافظ البنك المركزي أنه إنسان عمل أشياء كثيرة جدا للبنك المركزي ولا زال يعمل. المهم يعني هذه المسائل الأساسية، أنه الموضوع البرلمان عندما يبدأ بمثل هذه القضايا تعرف ما هو مستوى البرلمان في الوقت الحاضر. نعم، شكرا جزيلا لك. هاتفيا إذا من بغداد خبير اقتصادي دكتور ماجد الصوري.